لا ما أثر علي الفيروس ولا أثرت علي الأحوال الثانية. بالنسبة لي دراستي هي هي، لو إيش ما كان صاير المفروض أني أهتم بدراستي وأكمل حتى لو شو ما صار. وبعترف أنه مروا فترات كنت أتضايق كثير لأنه كثير في أثر علينا أشياء يعني بالمدرسة، سواء تخريج أو أي أشياء تانية كانت تصير وما صارت، بس غير هيك إن شاء الله كله بنتهي وبنجيب معدلات وبنفرح فرحة كبيرة. أولها كان في توتر أنا بالطريق، يعني توترت وحسيت إشي غريب وشعور غريب، بس لما شفت البنات وشفت السلامة كلها هاي لا ارتحت الحمد لله. اليوم بدأت امتحانات الثانوية العامة بمادة الرياضيات لجميع الفروع. مدة الامتحان هي ساعتان باستثناء طلبات التعليم المهني، بعض فروع التعليم المهني ساعة ونصف. تم قدوم الطلبة كما هو متوقع في الساعة 9 صباحا. كانت هناك بروتوكولات صحية معلنة بالتشارك مع وزارة الصحة فيما يتعلق بضمان سلامة وصحة الطلبة وأيضا الطالبات جميعا. وتقييمه بهدف أن يصب ذلك في تجويد تم توفير الكمامات والقفازات. الكمامات لازمة والقفازات حسب الرغبة. وبعد ذلك بدأ الامتحان في موعده تماما لمادة اليوم.